المازوت غالي بزاف، مثلا كنا كنعملوا 60 درهم ديال المازوت، دابا نعم سيدي كتاكل الطوموبيل 120 درهم، ما كيشيط لك والو، ما كتخلي حتى شي حاجه. هذا ولا الدوله ما تعاونتش مع السائق بالنسبه في الغازوال، غادي يكون واحد ارتفاع في الاثمنه ديال الرحلات. الطوبيس عندهم الدعم من عند الدوله، الكاميون عنده الدعم، الكار عنده الدعم، التاكسي هو اللي مضيع. طيب ما تيستافد والو. من المربر اللي بغينا نوضحوا الامور ديال الدعم ديال سياره الاجره، ان هذا الدعم اللي كاين واحد المبادرة ديال الدولة عملت في هذا السياق، مبادرة يعني مبادرة مزيانة، وإنما من واحد الجهة أنه ما غاتستمرش، ما يمكنش غاتستمر إلى الأبد، حيت هذا الشيء هذا باقي ماشي للقدام، والاستمرارية في هذا الشيء هذا ديال الدعم ما يبقاش مستمر، وغتولي الدولة غتوقف هذا الدعم، ملي غتوقف الدعم يتم الزيادة على الزبائن، وهذا الشيء ما غيكونش للصالح لا سوى أن لان هذا الشيء ما غيخرش، لان الغازوال غيطلع في الثمن، مادا بين الغازوال 14 15 دراهم، يعني انه هذا الثمن ما غيخرش الرحله باش غتمشي لواحد المكان مثلا تطوان ولا الحسيمه ولا الشاون ولا العرايش ولا الفنيدق ولا جميع السفريات من المحطه الطرقيه. لهذا كنطلبوا من المسؤولين باش يكون واحد النوع ديال الدعم اللي عنده استمراريه، كبطاقه مثلا كبطاقه ديال الاستفاده من الوقود، من المحطات ديال الوقود، ونستافدوا بواحد المقدار اللي هو يكون يعني واحد المقدار يكون عنده مرجعيه، مثلا نقول واحد هما بعدد ديال اللترات ديال المازوت في النهار دي كل السائق سياط الاجره، يعني واحد الثمن معين اللي نقولوا غنفيكسيوه في 9 دراهم ولا 10 دراهم بالنسبه ل لا نقل البضائع ولا نقل المسافرين، يعني جميع المهن سواء ديال التاكسي ولا ديال الكيران ولا ديال الكاميونات ولا هذاك. هذا ولا الدوله ما تعاونتش مع السائق بالنسبه في الغازوال، غادي يكون واحد ارتفاع في الاثمنه ديال الرحلات. مثلا نقول لك انا حنا في تطوان دابا كندوب 35 درهم، يقدر ديك 35 درهم ما غاتبقاش، غتولي في 40 تولي في 45 تولي في 50، وهذا الشيء غيثقل الكاهن ديال المواطن في الاستمرار ديال الرحله ديالو، بالخصوص ان حنا هنا في طنجه تطوان عندنا الناس اللي كتمشي وتجي، دابا ساعه خدامه في تطوان وكتجي لطنجه، خدامه في طنجه كتمشي لتطوان، يعني كاين عندنا زبائن يوميا كيطلعوا يهودوا. هاد الشيء هذا راه ما يكونش لا صالح لا الزبائن ولا اموالي السيارة الاجره. الزوال المازوت غالي بزاف، المازوت غالي، دابا حنا كنعملوا ديبار كنعملوا الخط طنجه تطوان، المازوت غالي بزاف، يعني ما كنقدروش يعني المواطن نزيدوا عليه. المواطن دابا فهمتي، المواطن كيتشكى فهمتي، حنا كنهزوا 6 البلايص، يعني 60 كيلومتر ما بين طنجه تطوان الطوموبيل كانت مثلا كنا كنعملوا 60 درهم ديال المازوت، يعني كتمشي الي لوتور. دابا نعم سيدي كتاكل الطوموبيل 120 درهم، 120 درهم يعني كتمشي انتينا ب 20000 فرنك من تطوان وكتجي، ما تبعك الريسيتا، تبعك المازوت، تبعك الروايات، ما كيشيط لك والو، ما كتخلي حتى شي حاجه، يعني ماشي الانسان، يعني هذا راه التاكسي، ماشي يعني الانسان الطوموبيل ديالو، يعني يقولوا مثلا ماشي خدامه ولا موظفه ولا يعني الطوموبيل كيتسارى وصافي، هذا التاكسي ديال الخدمه، يعني التاكسي ديال الخدمه خصو يكون كيعمل المازوت ناقص الثمن، يعني المازوت كخصو يستافد منه السائق. السائق اللي كيمارس هذا يوميا ماشي مول المأذونيه او اللي كاري. المازوت كنا كل ما تنفذوش 10 دراهم، يعني دابا مثلا انا تنخدم الشاون، عندي يعني التراجي كبير الشاون، قبل كنت نعمر 160 درهم ديال المازوت، دابا تنعمر 26 27 فرنك ديال المازوت، اذا شكون الي روتر نعم، ونهار نمشي ونهار ما نمشيش، ويومين ما نمشيش ونهار نمشي، واش فهمتي ولا لا؟ ولكن حنا هذا المازوط ما استفدناش منه، استفدوا منه اللي عنده اللي يعني السياره في الاسم ديالو، فهمتي الاخوان ديالي؟ دابا الدوله راه عندها الوسائل باش السائق يستفد من هذا الشيء، اما تعاونه، اما تعطيه واحد مثلا واحد البون يعمر مثلا يوميا 10 يترو او 15 يترو، المهم الدوله كخصها تعاون السائق المهني. ماشي يعني حنا ضد موالين الشيء ولا شي حاجه، لا، خصنا او على الاقل هذاك مول الشيء خصو الى استفد يعني من هذا يعاون السائق، يعطيه واحد البركه باش يقنوا هذا الشيء، التقنين ديالو شنو خصهم يديروا، خصهم يمشيو مثلا للبيرو بوانتاج يعني اللي تيتسجلوا ويشوفوا هذاك اللي تيخدم دائما وعنده السياره دائما خدام دائما، هذا هو اللي خصو يستفد من المازوت، ماشي
مول اللي عنده السياره بالاسم ديالو. الطوبيس عندهم الدعم من عند الدوله مثلا، الطوبيس عندهم الدعم من عند الدوله، يعني عندهم الدعم، الكاميون عنده الدعم، الكار عنده الدعم. حنايا حنا السائق ديال الطاكسي هو اللي مضيع، طيب ما تيستافد والو. كاين بعض الموالين شي عاونوا يعني السائق، شبروا ذاك البركه عطاوه حقه، وكاينين ما عطاوهمش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.